كيف ما تراو احنا هون منظمين في جهه الداخل وادي الذهب سباق يتكون من محترفين والله زاد من جهه من جميع الجهات الجنوبيه، فيه قليميم، فيه العيون، وفيه الداخله، وفيه مولي الاقاليم، ما هو علينا فيه الطرفايه وبجدور وسرد جميع الاقاليم اللي هون، وما قدينا شكون تموا كيف ما كيف كيف يشير عليها اسم ديال اسم الجمعيه اللي هي جمعيه الباديه للسباق الهجن وتعريف بالثقافه البدويه الاصيله. ما قدينا كنتم مقيرين على التراث من اجل ربط الماضي بالمستقبل، ربط الماضي بالمستقبل، ياك يبقى في تكريس للثقافه المحليه من اجل خطيها جيل من اجل جيل. عندنا هنا 78 مشارك جايه من جميع الاقاليم، جاء قادم من الجنوبيه من الاقليميم اسد لك طنطان سماره كل شيء جاء هون، ومجتمعوا 78 مقسمه الى اربع اشواط. كاين شوط نقولوا له احنا الجدعان والثنيان باللغه التقنيه، وخالق شوط نقولوا له الصيادح، واحد نقول له ازوازيل، واحد قال له الفحول. احنا جينا من مدينه العيون باش نشاركوا في هذا السباق المنظم في اقليم الداخل العزيزه، والحقيقة هذا النوع من السباقات احنا نبغوه ونبغوه يتم يتكرر ويعاود، لأنه فيه إحياء للتراث وفيه إحياء للثقافة الحسانية المتركزة دائما حول ركوب الإبل وحول كل ما هو متعلق بالبادية وبالأمور الصحراوية. والحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، هذو الناس لباوا لنا الرقبة وشاركونا معهم في هذا السباق، ونرجو الله سبحانه وتعالى باش يتم ينظم دائما ويتم يعاود. واللهم لك الحمد والشكر، وشكرا للمنظمين واللي قام معنا كامل في هذا المهرجان اللي ده هو، وهذا شيء عظيم الحقيقه ان تتلاقى مثل هذه الوجوه كامله في هذا المهرجان اللي ده هو، ونتعرفوا على مزيد من الاخوان والاحباء والاصدقاء والجماهير، ونعرفوا الناس والسياح اللي ده هما حاضرين والاطفال الصغار والتلاميذ اللي ده هما حاضرين اليوم السبت ما يدرسوا بهذا التراث الوطني، واللي هو في الحقيقه تراث عالمي يجمعنا مع جميع مع ياسر من العالم، وخصوصا مع دول العرب اللي هي تتركز ثقافتها حول ركوب الإبل وحول هذه الثقافة ثقافة البادية. جينا شاركنا هون في إقليم وادي الذهب بشوط الجدعان، والحمد لله جيت المركز الأول. مهرجان وادي الذهب منظم في الداخلة. كيفاش كان السباق؟ هو كان سباق لباس زين، عاجبنا المشاركة فيه، الناس كاملة من إقليم طنطان والعيون.